ارجع هنا اهو للكراميل بقى. عندي الكراميل بتاعي بتتحرق اهو، خد بالك بقى. تعالى بقى عشان اركب رز بلبن. هعمل رز بلبن ازاي؟ بجيب كوبايه رز مصري، كوبايه رز مصري اهو يا ياسر، كوبايه رز مصري، واحط لها 5 كوبايات لبن كامل الدسم 8 بونت 7.5 بونت، واسيبه المده من 3 لـ4 ساعات كده اهو منقوع كده. يبقى انا حطيت زي ما انت شايف كوبايه رز مصري وحطيت لها 5 كوبايات لبن قدامك اهو، واسيبها من 4 لـ5 6 ساعات. تعالى بعد كده يا عم ياسر نشوف الخطوه الثانيه. يا استاذه نهى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباح الفل يا استاذه نهى. الله يخليك، ازيك يا شيف، عامل ايه؟ نهارك قشطه يا استاذه نهى. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه يا استاذه نهى. الله يخليك. وحضرتك طيبه يا استاذه نهى. انا كنت والله عايزه بس ابعت تهنئه لاختي. طب بعد اذنك وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر. تحت امرك يا فندم. انا كنت عايزه ابعت لاختي صفاء ان ربنا قومها بالسلامه وجابت لنا عبد الله. الف الف مبروك يا استاذ صفاء، والف مبروك المولود عبد الله من اخت حضرتك من برنامج اكلات وتكات شيف حاتم على قناه الحياه. بعد ما نقعت الرز اهو يا ياسر من 3 لـ4 ساعات بره، رفعته على النار وقلب فيه بالراحه. الخطوه الاولى منقوع من 3 لـ4 ساعات، تمام. الخطوه الثانيه احطه على النار لحد ما يغلي، واقعد اقلب فيه اقلب فيه اقلب فيه كده اهو لحد ما يعمل ايه. هتشوف دلوقتي اهو، هشيل لك ده خليك زي ما انت، واجيب لك ده. بص خرط ازاي بعد ساعه كده، خرط ازاي وتقل ازاي. بص خرط وتقل اهو، بص خرط وتقل اهو كده. رز بلبن جاهز، لسه ما خدش السكر ولا الفانيليا، بس انا عامل له كراميل. انا بحرق كراميل اهو ومستنيها تستوي وتاخد اللون الذهبي الفاتح. اديها معلقتين لبن او معلقتين كريمه قدامك، وادي الكراميل بتتحرق. مديها معلقه زبده ومعلقتين كريمه او معلقتين لبن لحد ما تستوي. تعالى بقى يا ياسر، يا استاذ زهران، يا حبيبي يا زهران، صباح الفل يا زهران. التشيز كيك، شيش طاووق، شيش طاووق. حاضر يا زهران، من عندي قبل العندي. حاضر، تحت امرك. اسيب الكراميل تتحرق، بعد ما تتحرق وديها الزبده وديها اللبن. هنا الرز استوى وخرط كده. انا عايز اوريك الرز قبل ما يخرج تاني يا ياسر. ادي الرز اهو قبل ما يستوي. بعد ما يغلي عندك تهدي النار عليه قدامك اهو قبل ما يخرج. اول ما يغلي، اول ما يغلي ده تهدي النار وتحط تقلبي عليه لحد ما يخرج كده. بص خرط ازاي وبقى من غير نشا، ماده نشويه. الكراميل بقى يا ياسر زي ما انت كده، الكراميل اتحرقت وخدت الزبده والكريمه اهي. اروح جايه ضيفالها الكراميل اهو. صوت كراميل يفطرك، بس هتشوفي دلوقتي هيعملوا لك ازاي. واروح جايه، بص هيتحل لما تقلبي الكلام ده، الرز هيحل تاني. بس هتقعدي تقلبي كده لحد ما يربط تاني بالشكل الجميل ده كده عندك اهو. يا استاذ حسين، يا عم علي، صباح الفل. صباح الفل يا حبيبي. صباح الفل وكل اهل اسيوط حلوين. صباح الفل يا شيف. نهارك قشطة يا حبيبي. طيب. وحضرتك طيب وكل سادة مشاهدينا طيبين. بهدي السلام لاخويا محمد وخطيبته الاء. احنا بنبعت لاخو حضرتك استاذ محمد وعروسته الاء احلى تحيه من حضرتك ومن برنامج اكلات وتكاتش في حاسه على قناه الحياه. كل سنه وانتم طيبين، واحلى تحيه ليهم وليكم جميعا وكل البلد عندك. بص بقى اللون بتاع الكراميل، انت عايز تزود لون عن كده زود. لسه كمان بعد الرز ما يبرد هنحط له كمان صوص كراميل من فوق. اهم حاجه هنقعد نقلب في ده كده يا ياسر لحد ما يجمد تاني، لان اما نزلنا له الكراميل، اما نزلنا له الكراميل يا ياسر بدا يحل تاني. تقلبه كده عشان ما يلدعش ونار هاديه. يا ام سيف، صباح الفل يا ام سيف. صباح النور، ازيك يا سيد حسن؟ كل سنه وحضرتك طيبه يا ام سيف. حضرتك طيب، تسلم ايدك. الرز بلبن، رز بلبن ولا في الاحلام؟ لا بجد بجد، تسلم ايدك يعني. كل سنه وانتم طيبين، واحلى شويه كراميل للعيال بالليل، وما تنسيش خليهم يدعوا لي يا ام سيف. لا جميل جميل، تسميتك والله، حضرتك استاذ يعني وعلى راسنا من فوق. ربنا يخليك يا ام سيف يا غالي. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. طيب. بص هتقعد تقلب فيه كده ونار هاديه. الكراميل مش هيتجمد، انا هوريه لك. الكراميل بيستوي اهو، هطفيه بالزبده وبالكريمه
قدامك اهو، بعد قدامك على النار اهو، كوبايه سكر ومعلقتين ميه وسيبهم ياخدوا كراميل ده بيغامق، هطفيه بمعلقتين لبن او بكريمه ومعلقه زبده، هيدنه سايب معاكي مش هيبقى ماسك. هنا بقى الرز اهو بعد ما خد الصوص حل، قعدت اقلب فيه لحد ما جه التاني كده، بص كده لحد ما جه التاني كده اهو قدامك اهو، جمد خلاص. اكون بجهز الكاسات والبايركس بتاعي، ادي الكاسات والبايركس اهو. تعالى بقى يا ياسر نصب بقى الرز بلبن في الطاجن بتاعي، وادي كمان الكاسات او البولات او البايركس اللي عندك، ما توقفيش دلع العيال عشان رمضان. وادي كمان الشوية الباقيين هنا في البايركس الكبير، وبعد كده يا حسن هتسيبيه يبرد. يا عم اسلام صباح الفل وكل بني سويف. الله يخليك يا شيخ حسن. لا نامي. صباح الفل يا عم اسلام، صباح الفل يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا شيخ حسن. وانت طيب يا حبيب قلبي. تحيه قريه نشاطه ومليح. تحيه لحضرتك وصباح الفل عليك يا حبيبي. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. امين يا رب العالمين، تحت امرك يا حبيبي. عايز اعمل طريقه الكفته. الكفته؟ حاضر، من عندي قبل العندي. حاضر حاضر حاضر. انت فرجتش على حلقه امبارح، هقول لك عليها كلها وانزلها لك. حاضر. اقلب فيها كده برضو، ده اللي انا لسه ايه نقعه، اول بدا ينزل نشا اهو، هديت النار واقلب فيها اهو برضو يا ياسر عشان ما تتوهيش. انا عامل لك الخطوه الاولى بقى نقعت فيها، الخطوه الثانيه غلي، الخطوه الثالثه نزل الماده النشويه، الخطوه الرابعه خد الكراميل ما اديتوش سكر. اوعي تديله سكر خالص، اوعي تديله سكر، اوعي تديله سكر. صباح الفل وكل بلبس حبايبنا الحلوين. يا عم صابر شيف. يا عم صابر تسلم ايدك يا شيف. صباح الفل وكل الشرقيه وكل البلبس حبايبنا الحلوين. صباح النور يا شيف. تحت امرك يا عم صابر. تسلم ايدك الله وكيل يا شيف. صباح الصباح الله وكيل يا حبيبي. الله وكيل وحشنا يا شيف. نارك قشطه حبيبي، نارك قشطه حبيبي. حبيبي يا شيف حبيبي. نارك قشطه، كل سنه وانت طيب، وسلمني على اسرتك وكل اصحابك وبلدك كلها. الكراميل اللي سايبه ليه ازاي دلوقتي عشان الاتصال بتاعنا؟ سايبه ليه؟ عشان هنسحبها بعد دي لما تاخد على النار لون ذهبي غامق، هسحبها بره النار، هطعمها لبن او كريمه، وهطعمها كمان زبده وده سنه فانيليا. قدامك اهي، قدامك هعملها لك قدامك زي ما انت شايف، تاخد لون ذهبي غامق، اسحبها بره النار، اطفيها بكريمه او بلبن ومعلقه زبده وشويه فانيليا، تبقى زي دي كده بالظبط. تعال شوف بقى بعد الرز هنا ما جمد يا ياسر. بعد الرز ما جمد يا ياسر، اديله طبقه كده اهو، لازم يجمد، يديله طبقه فوق من الكراميل دي. يا تفاصيلك يعني، كراميل جوه وكراميل بره، وتعالى اللي جنبها كمان، ولا تكون زعلان. توبنج كراميل، وما تنسيش تدعي لي وتخلي عيالك تدعي لي. وكمان الكبير يا عم ياسر، ما تنساش الدلع كله. يا دلع. تعالى بقى اما نحرق ده بقى عشان نوري الساده مشاهدينا ازاي الكراميل هيطلع عندك. قدامك الكراميل اهو، بص خد غمه، احرق احرق احرق، ما تستعجلش. ليه؟ عشان تاخد اللون الذهبي وطعم الكراميل، لان هطفيها بالكريمه وهطفيها كمان بالزبده، فلازم تتك عليها كده. اول ما تاخد اللون اللي انا عايزه الذهبي الغامق، اسحبها بره النار اهو، وخليك زي ما انت تمام، وهو بره النار اهو، خليك زي ما انت. تعالى بقى اطفيها، اطفيها اهو قدامك اهو بالكريمه او باللبن، واطفيها كمان بالزبده وشويه فانيليا، وقلبها مع بعض كده اهو، هتمشي معاك بره النار، وبعد ما تقلبها بره النار رجعها على النار تاني تاخد غلوه زي ما انت شايف كده قدامك. اهم حاجه قلب كده بره النار لحد ما كل حاجة تتجانس مع بعض كده قدامك اهو، وبعد كده رجعها تاني على النار، تاخد غلوتين وتبقى اللون الذهبي الغامق ده. خدت بالك ليه انا غمقتها؟ انا غمقتها عشان ايه؟ اللون اللي هديله الكريمة والزبدة. يا تفاصيلك يا حركاتك، ياخد غلوتين وكده جاهز عندك صوص الكراميل، مش هيبد جمد ابدا. عملت لك الطاجن بتاع الباميه باللحمه الضاني، شويه رز بشعريه، شويه شوربه عدس
بالكريمه مع الشعريه، وعملت لك رز بلبن بالكراميل، التركات والحركات لا ينسها. انتظروني.